نعم، هما الكوريات يسوي كل هذا صباح وبالليل ويصحوا بدري، زائد كمان وقت الميك اب، فهم يعني يستخدموا وقت طويل جدا للحفاظ على البشرة. هاي مساج، مرحبا، انا اسمي ايناس، انا كورية مصرية اعيش الحين في سيول في كوريا الجنوبية، واليوم باخذ فيديو علشان اصور لكم الروتين اليومي لحماية بالبشرة في الصباح وفي المساء. يا ريت تدوسوا لايك وتشتركوا في قناة مزاج، وايضا تشتركوا في قناتي اليوتيوب الخاصة ايناس كوريا. أول شيء بوريكم كيف يتم إزالة الميك اب في الحياة اليومية. أهم شيء للحفاظ على البشرة للمرأة الكورية إن أنتوا تشيلوا الميك اب بطريقة دقيقة جدا علشان ما يبقى أي شيء من الوسخ الموجود في الخارج على البشرة. فأنا أول شيء بوريكم كيف تنظفوا بشرتكم. بستخدم اليوم منظف هو فيه زيت، هذا بستخدمه في فصل الخريف أو الشتاء علشان بيكون يعني الجو وايد جاف، فعشان كذا نحتاج الى شيء يرطب البشرة. نستخدم قطنة نظيفة، بهذه القطنة بشيل الميك اب. واو، بعد ما تم ازالة الميك اب انا استخدمت هذا الغسول الوجه. انا مثلا بشرتي حساسة، يحصل في احمرار في الخدود، فانا استخدم نوع من الجل. فأنا غسلت وشي دلوقتي، وجهي نظيف وخالي من الفضلات. هذا أهم نقطة للمرأة الكورية، هم يتم تنظيف الوجه جيد جدا قبل ما يسوي أي سكين كير. أول شيء طبعا بعد ما تم غسيل الوجه بنستخدم التونر. التونر هذا زي ماء علشان يتم يعني أول شيء ترطيب البشرة، بعدين ثاني شيء بستخدم المويسترايزر أو المرطب. أنا بستخدم هو نوع من مش لوشن ولا كريم، هو نوع يعني متوسط. بعدين سر الجمال للمرأة الكورية لازم تحطي كمية كبيرة، لا تحطي كمية صغيرة. في البداية كنت بحط كمية صغيرة وحس إن جلدي جاف، بيكون لازم تحط كمية كافية علشان تحسي إن في ترطيب للبشرة. ثالث مرحلة بستخدم هذا السيرم أو الأسنس. السيرم أو الأسنس في أنواع كثيرة، مثلا في نوع بيكون عامل زي الماي، بس هذا أنا بستخدمه هو عامل زي الكريم أكثر، أنا بحب هذا النوع. وكمان لا تضغطي على وجهك كثيرا، يعني لازم يكون حركة إيدك وايد خفيفة علشان لا تدوسي وايد على البشرة. في ناس كثير يسألون يعني الكوريات يسوي هذا كل يوم صباح وبالليل؟ نعم، الكوريات يسوي كل هذا صباح وبالليل ويصحوا بدري، زائد كمان وقت الميك اب، فهم يعني يستخدموا وقت طويل جدا للحفاظ على البشرة. بعد ما خلصت السيرم بحط الحين الاي كريم. الاي كريم هذا يعني مش بيشيل التجاعيد او الهالات السوداء، هذا بس للحماية، يعني الهالات السوداء او التجاعيد الموجودة خلاص ما نقدر نسوي فيها شيء، بس للحفاظ على البشرة انه هو ما يستوي تجاعيد او هالات سوداء جديدة، لازم تحافظي من العشرينات تستخدموا الاي كريم. هذا برضو نوع من الماركات الكورية، فيه زي كورة تحت، هذا ممكن تسوي تدليك للمنطقة تحت العين وفي نفس الوقت ممكن يسوي مساج وانتي تحطي الاي كريم. هذا بنستخدم بام او مويسترايزنج بام، يعني هذا البام شو تقول يعني يكون اقوى من الكريم او اللوشن العادي، بيكون فيه ترطيب زيادة، فهذا بفضل استخدمه في فصل الشتاء، بس بستخدم كمية صغيرة عشان هو مرطب قوي جدا. بتقولوا كم طبقة حطت؟ بس بجد يعني كل المرأات الكورية يسوي كل هذا كل يوم في الصباح. بعدين عشان الدوام بيكون طويل فلازم تكون يعني يكون جلدك وايد مرطب علشان يتحمل لغاية الليل. وبعدين بالليل يعني كفترة للترتيب بدل ما استخدم التونر بستخدم زي ماسك باك كوري. هذا الماسك باك الكوري هو لونه اسود، بيسموه الماسك باك علشان يسوي البشرة الزجاجية. ملزق ملزق، حطيته فترة طويلة في الثلاجة، ممكن يكون شكلي مرعب شوية بس يلا بينا نسويه. احس انه هو منعش جدا. بنسوي هذا لمدة 10 دقائق وانا بشوف التلفزيون. خلصت الماسك باك، سويته من 10 إلى 15 دقيقة، لو سويته أكثر الأسنس اللي موجود فيه بيخرج للخارج، فلازم بس سويه 10 إلى 15 دقيقة. شوفوا وجهي عامل زي البشرة الزجاجية. بعدين بعد ما تخلصي لازم تدوسي كده علشان يمتص جلدك.
ما بين كل مرحلة ومرحلة لازم تعطي وقت فراغ، يعني مثلا دقيقتين أو ثلاثة. يعني أنا مثلا بشرب شاي، هذا الشاي الأخضر الكوري، آخر مرحلة للروتين الليلي. هذا برضو نوع من البام. أنا الصبح كنت بستخدم نوع من الكريم الثقيل، بالليل بستخدم نوع من البام. هذا البام يعني بيكون أثقل شوية من الكريم، بحطه على وجهي وبعدين بنام علشان إن شاء الله يمتص جلدي، وفي الصباح بتكون كمان جلدي وايد قوي وصحي وفي حيوية. شوفوا المادة هنا وايد لزجة جدا. يعني أهم شيء في الجمال هو الكريات يكون لازم يعني توفري الوقت أو تستخدمي وقت كافي للعناية ببشرتك في الصباح والمساء. لو عجبكم هذا الفيديو ياريت تسوي لايك لقناة مزاج على اليوتيوب، وتحطي لنا استفسارات أو أي أسئلة عندكم تحت الفيديو. أشكركم جزيلا وأشوفكم إن شاء الله مرة ثانية على قناة مزاج. مع السلامة.